أختي رضعت من خالتي لمدة شهرا كاملا وعند خالتي أولاد آخرين من زوج آخر قبل هذا الزواج، هل أولاد خالتي الذين من الزوج الأول هم إخوة لأختي أم لا؟ نعم، إذا أرضعت المرأة طفلا 5 رضعات في الحولين فأكثر، صار ابنا لها وأخا لجميع أولادها من جميع الأزواج، لأنه أخوهم من الأم. نعم.